عزام؟ ليلى؟ أنت كمان بتشتغلي يوم الأحد؟ أنا ما أجيت لأشتغل، أصلاً تركت الشغل. عن جد؟ غريبة هيك فجأة. طيب لكن شو عم تعملي هون؟ أنت عم تستجوبني شي؟ طيب وأنت شو عم تعمل هون من الصبح؟ عرفت شوية مستجدات بخصوص السرقة، لهيك جيت أحكي مع السيد جاكداش. حتى كنت بدي أحكي معك كمان. بظن بهديك الليلة في شوية أشخاص تم تنويمهم مغناطيسيا. شو عم تقول؟ ايه هيك أمور بتصير عادي؟ لإسقاط النجمي رحلة روحية من خلال الإيحاء. سامع عنها؟ ايه يعني لا ماني سامع كتير عن هالشي. في ناس بالفيلا الأمور يلي صارت معهم بتدل إنه تنوموا مغناطيسيا، يعني فقدان مؤقت للوعي. لهيك كنت حابب أسألك أنت كمان، بتتذكري صار معك هيك شي؟ لا أنا ما صار معي هيك شي، ما بعرف أصلاً، ما بتذكر هيك شي. لا ما بعرف أنا. ليلى شو هالمفاجأة الحلوة؟ أهلا وسهلا. أهلين سيد جهكداش. عزام لو سمحت ممكن ما تزعج ليلى بكثر الأسئلة، مثل ما قلت لك هي تعتبر من العائلة. أخي حتى أنا كمان استجوبني، شو فيها إذا استجوب ليلى كمان؟ لا أختي ما كان قصدي هيك، قصدي ليلى ما كانت موجودة هديك الليلة. إيه مزبوط، وبعدين طالما تركت الشغل شو اللي جابها لهون؟ تفضلي خلينا نشرب القهوة سوا. أنا كتير فرحت لأنك رجعت على الشغل عنا. سيد جاكداش أنا ما إجيت من شان هيك. نسيت عندي هاد، إجيت من شان رجع لك إياه. إذا بدك شوفي إيشل، اشتاقت لك كتير. إيه وأنا كمان اشتقت لها. عرفت شي جديد؟ ايه بظن قدرت اتوصل لشي. على الاغلب بهديك الليلة كل الناس يلي كانوا موجودين هون تنوموا مغناطيسيا. شو؟ لهيك ما في اي اثار للسرقة، يعني لما كانوا الحرامية عم يسرقوا الكل هون كان نايم. طلعي فيني، بعرف شو عم تحاولي تعملي، لا تتشاطري علي. شو؟ قولي لي شو عم حاول اعمل؟ انتي ما بدك تحلي عني؟ بكفي بقى. انتي اللي ما بدك تحلي عنا وتطلعي بقى من حياتنا؟ يلا قليلي، مو تركتي الشغل بالأصل؟ شو اللي جابك لهون هلا؟ شو لسه بدك منا؟ بدي منكن؟ شو بدي يكون بدي منكن سيد فيلدان؟ أنا كنت مدرسة بيانو بس. ايه طالما هيك، طالما كان وجودك بهالبيت مجرد مدرسة بيانو، ليش كنتي عم تتدخلي بشي ما بيخصك؟ وبعدين هدول الحركات اللي عم تعمليهم شو هدفك منن؟ أي حركات قصدك؟ أنا عن جد ما عم بفهم عليكي، أنتي ما عندك شغلة بهالدنيا غير إنك تلتهي فيني. نقول للسيد جاكداش يلاقي لك شي وظيفة؟ سكتي بلا قلة أدب، حركاتك هاي اللي عم تخدعي أخي فيهم ما بتمرق علي أبداً. ست ليلى اسمعيني يا مدرسة البيانو، إذا قدرتي تخدعي كل اللي هون وخليتيهم يوثقوا فيكي فأنا مستحيل تقدري تخدعيني. لا تحلمي إنك تكوني ست هاد البيت. أنا ما عندي هيك نية أبداً، الواضح إنك كتير خايفة أعمل هيك شي وخايفة أخذ مكانك سيد فيلدان، بس بحب طمنك لحتى ما يضل بالك مشغول. أنا مستحيل أعمل هيك شي، لا هلأ ولا من قبل كان عندي نية لهيك شي. المفروض هلأ صدقك يا ست ليلى، مو هيك؟ خالي ليلى. إيشل حبيبتي. أوبا. اشتقت لك كتير يا روحي. أنا كيفك؟ طمنيني عنك. أنا منيحة. أنا اشتقت لك كتير، بتعرفي هالشي؟ وأنا كمان اشتقت لك. أنا اشتقت لك قد النجوم بالسماء. وأنا اشتقت لك قد الكون. ماشي اعملي وكتري لشوف.
حبيبتي.